انا اللاعب محمد كيالين فريق النواعير، شاركنا ببطولة سهل الروج الاولى وهي المباراة الثانية لنا، والحمد لله رب العالمين حققنا الفوز الثاني لنا، وبنحاول نسعد جماهيرنا باذن الله تعالى وبنحاول ناخذ لقب البطولة باذن الله. الحمد لله رب العالمين، اليوم نحن فريق النواعير، فريق ان شاء الله طامحين باتجاه البطولات، فريق جدي باذن الله رب العالمين، شباب لمتنا المحبه باذن الله، والبطوله والكره بشكل عام هي انها صارت مثل منفس يعني بهالاجواء، وان شاء الله المحبه بلكي بنعوض الشيء اللي صار بسبب الحروب، والحمد لله رب العالمين طامحين نوصل الادوار النهائيه والبطوله انها ان شاء الله باذن الله، والحمد لله فريق اجتمعنا نحن فريق المحبه باذن الله، نتقدم بالشكر الكبير لشبكه بلدي للدعم اللي قدمت لنا اياه وكانت معنا ماديا ومعنويا باذن الله، مستمرين باذن الله، الله يعطيكم العافيه يا رب.